مولودية الجزائر مولودية وهران توفيق. وهذه صورة تذكارية لمولودية وهران ومولودية الجزائر. نعم والفريقان يتعرفان جيدا. نعم هنا بوغاس ضيع والفرصة في الدقيقة 12 ومباشرة في الدقيقة بعدها بد بوذا يسجل أول هدف للمولودية في هذا اللقاء القوي والجميل على أرضية جميلة ملعب 5 جوليا الذي تجددت أرضيته وكذلك أمام جمهور المولودية الذي لا يتنقل كثيرا محرز رومانو. لا أتذكر. نعم هذه الفرص الكثيرة التي أنصار مولودية الجزائر ما كانوش حاضرين بقوة. نعم هذه الفرص الكثيرة ليلى التي ضيعها. شوف هنا بوغاش رأسية ولكن ضيعها أمام حارس فريق مولودية وهران. فرصة أخيرة أو أخرى وتألق الحارس ميزاير في عدة مناسبات. شوف هذه الرأسية. شوف هنا الدفاع أيضا فريق مولودية وهران ما كانش يعني كان فراغ كبير خلى مكن مولودية الجزائر من نعم وهذه التوغل. فرصة أخرى عند بداية الشوط الثاني مباشرة في الدقيقة الثانية الدقيقة 47 بوغاش يسجل الهدف الثاني. شوف باليسرى وكان المدافع أمام الحارس لم يعني ما شافش الكرة جيدا. نعم شوف هنا تضيع فرصة أخرى لبوغاش مباشرة الهدف الثالث وبرأسية كذلك بدبودة يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 51 وبركنية. شوف الرأسية جميلة جدا وهدف في شباك الحارس ميزاير الذي لم يفعل أي شيء وتجاوب جمهور المولودية مع فريق أو مع لاعبيه. الشوطية الثاني سيطر فريق المولودية كذلك وضيع أهداف فريق مولودية وهران سجل عدة أهداف لفريق المولودية هذا الموسم. وعند قبل نهاية اللقاء بست دقائق اللاعب بوغاش يضيف الهدف الرابع.